ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم النهارده طاجن الكفته بالبطاطس في الفرن. اول حاجه هنعملها في طاجن الكفته بالبطاطس، معايا انا هنا نص كيلو من اللحمه يكون فيها دسم شويه. اللحمه هنا معايا في الصينيه، وهضيف عليها بصلايه مفرومه فرم ناعم، بصلايه واحده، والبهارات ملح وبهارات لحمه وفلفل اسود وثوم باودر وبصل باودر وبابريكا. هحط البهارات هنا، ولو عندك بهارات كفته حطيها كمان. وعشان تطلع معاكي مش مكتومه وهشه هحط لها نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهقلب بقى الكفته بكل البهارات والبصل. خلاص كده عجنت الكفته كويس، هركنها كده على جنب. وهنشوف دلوقتي هنعمل هنا طاجن وادهنه بحاجه بسيطه من السمنه. بعد ما دهنت الطاجن كده بالسمنه، جبت انا هنا حوالي 4 بطاطس حمرتهم الاول، وهحطهم هنا في الطاجن. لازم تحمريهم الاول. هضيف عليهم طماطمايه مقطعاها حتت صغيره، وكمان قرون من الفلفل الرومي وقرن من الفلفل الحامي، وشويه من البقدونس. هحط هنا كل الحاجات دي كده واقلبها كويس مع البطاطس. لازم البطاطس لما تحطيها تكون مستويه معاكي، هتفرق معاكي في الطعم جدا عن ما تحطي البطاطس نيه. وحطي بقى كميه البطاطس زي ما انت بتحبي، شوفي انت عايزه تحطي كميه بطاطس قد ايه. وهنعمل دلوقتي الصوص اللي هنسقي بيه البطاطس والكفته. في الكبه هنا هحط معلقتين كبار من الثوم المهروس، وهضيف عليهم 3 معالق كبار من الصلصه، وبهارات ملح وفلفل وثوم باودر وبصل باودر وكمون وبابريكا. هحط هنا البهارات كمان. هضيف عليهم حوالي نص كوباية من المية او حسب الكمية اللي انت هتستخدميه. هضربهم كويس في الكبة لحد ما ينعموا معايا خالص. خلاص كده شايفين الصوص معانا بقى عامل ازاي. هبتدي اخد نص الكمية بتاعته واحطها معانا على البطاطس، واخلي الكمية الباقية علشان احطها على وش الكفتة. هقلب كده البطاطس مع الصوص ده كويس قوي. هنبتدي دلوقتي نصبع الكفته. عشان الكفته تطلع معاكي كلها مقاس واحد، هتاخدي الكفته وتحطيها في مكان في البتاع دي مخصصه كده للكفته. لو ما عندكيش خلاص يبقى حاولي تعملي كل الكميه بنفس المقاس اهوت كده، واعملها بالطريقه دي. هتطلع كده معانا كلها حجم واحد، واطلعها اعملها كده، وهقوم مصبعاها على العود بتاع الشيش طاووق كده عشان تبقى متفرغة من جوه. انا هعملها كده بالشكل ده. لو مش موجود عندك المكنة دي، خدي حتة كده بايدك، حاولي تكوري كل الكمية نفس الكور عشان كفتة تطلع معاكي كلها حجم واحد. احطها معايا كده على خلة الشيش طاووق واعملها بالطريقة دي، وهعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة. خلاص كده صبعت الكفتة كلها بالطريقة دي. هبتدي اجيب الطاجن هنا ونرص الكفتة مع بعض. رصيها بقى بالطريقة اللي تريحك. هبتدي ارصها كده. خلاص كده رصيت الكفتة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. رصوها بقى بالطريقة اللي تريحكم. وهبتدي اخد كده بقية الصلصة واحطها معايا على وش الكفتة اهو كده. حطهم كلهم كده، وحاولي تحطي الصلصة على كل حتة في الكفتة معاكي. هوسع الصلصة كده معايا في الطاجن. دلوقتي هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. شايفين بسم الله ما شاء الله الطاجن طالع من الفرن شكله عامل ازاي. بجد الطاجن ده عظمة. لو عملتيه بالطريقة اللي انا قلتلك عليها دي مش هتاكلي احلى من كده. هجيب طبق كده واحطه هنا، واجيب فحميه واحطها كده في الطبق. هاخد بقى من الصوص اللي نازل كده واحط على الفحميه اهو بالطريقه دي، هيبقى احلى بكتير ما تحطي زيت او سمنه. وهقوم مغطياه كده بورق الفويل لمده 10 دقايق بس لحد ما ياخد من طعم الفحم. شايفين بقى الجمال، بسم الله ما شاء الله. شايفين الشكل عامل ازاي؟ واو بجد شكل الكفتة تحفة تحفة، والفحم بقى هيخليه كمان كأنك شاوية الكفتة دي على الفحم. هجيب بقى طبق كده
ونغرف مع بعض الطبق العظمة دوت، تاكليه بقى جنب شوية رز مع شوية عيش بلدي وطبق سلطة. البطاطس بقى مش قادرة اقولكوا على طعمها عامل ازاي، بجد روعة. ولازم تحمريها الاول، ما ينفعش تحطيها نية. الله، طعمها حلو جدا. والكفتة بقى مستوية وجميلة، ومش قادرة اقولك مش هتبطلي تعملي الطريقة دي، هتنفعك جدا في العزومات، وخاصة ان احنا داخلين على شهر رمضان. بجد وصفة في منتهى الجمال.